الرئيس العليمي يتلقى برقيات تهاني من القيادة الإماراتية بمناسبة العام الميلادي الجديد. اللواء الزبيدي يترأس في العاصمة عدن اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا. وزير النفط يرأس لقاء بالمكلا لمناقشة سبل حماية المنشآت النفطية. أمين عام محلي حضرموت يدشن الفصل الدراسي الثاني ومشاريع تربوية تعليمية بالمكلا. قائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير أمن ساحل حضرموت يبحثان تنسيق التعاون بينهما.